من هذه هي القذيفة. يا هو ممدوح ابنائي راح يجيب اغراض ما مولد بالمطعم. طيب يطلب منا الاخوة الابتعاد عن مكان المدفع قبل اطلاق القذيفة. قصفها الله أكبر. يبدو أن الاشتباكات على الأرض بدأت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذه القذيفة هذه القذيفة تحرك. الله أكبر الله أكبر. هنا قوات النظام، هنا تحرك بعض المقاتلين من قوات النظام، هنا سقطت القذيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر بأننا على الجبهة الشرقية لمدينة موريك. طبعا يسرنا أن نلتقي بمجموعة من المقاتلين، من نخبة المقاتلين في الحقيقة، في تجمع أجناد الشام ضمن غرفة عمليات موريك الموحدة. الله يعطيكم العافية أخي. أهلا وسهلا أخي حبذا. لو وضعتمونا بصورة الاشتباكات لهذا اليوم. أخي دائما وأبدا يوميا هناك في اشتباكات بيننا وبين قوات الأسد. دائما وابدا تحاول قوات الاسد التقدم باتجاه النقطة على الطريق والسيطرة على بلدة موريك، ولكن هذا يستحيل عليهم دائما باذن الله تعالى. نحن هنا مرابطين دائما على اشتباكات وعلى تماس مباشر بينهم. هل هناك خسائر في صفوف قوات النظام لهذا اليوم؟ اليوم تم تكبيدهم باذن الله تعالى، تم اعطاب عربة بي ام بي، وتم وقوع عدد من الجرحى بين الصفوف وما زالك عن طريق قذائف الهواء. هل هناك خسائر في صفوف مقاتليكم؟ الحمد لله الحمد لله لا يوجد اي خسائر. إذن هنا على الخط الاول على الجبهه الشرقيه تجمع اجناد الشام ويخوضون معارك ضاريه مع قوات النظام ويكبدونهم خسائر فادحه باعطاب عربي ام بي واصابه بعض المقاتلين من قوات النظام. كان معكم محمود الحموي المكتب الاعلامي لمجلس قياده الثوره في حماه من على الجبهه الشرقيه. تكبير الله اكبر الله اكبر, الله أكبر.